هاد السيدة اللي شفتو دابا داز العرس حتى الاخر غتلبس الشلحه. قال لي لا، هو قال لي بغى الشلحه هو شلح. قالت لي لا ما غنلبسهاش. قالت له علاش؟ ما بقاش موضه. قال لي انا بغيت ندير الاصل ديالي. قالت لي ما غاداش نلبسها. قالت لي ما كتلبسها غير خليك. خلاها مشى بحاله، خلاها وصلت. هي النقافه ديال هذا العرس اللي وقع فيه هذا المشكل. هذا السيد هذا مزوج بهذا البنت وتزوجوا على سنه الله ورسوله، هو لاباس عليه وهي لاباس عليها، هو اصله شلح وهي اصلها عربيه، او لاش نقولوا مهم من العرب. الحمد لله خسروا على العرس ديالهم، متفقين الامور بخير وعلى خير. شنو اللي غادي يفرشك اليوم العرس؟ يا ربي السلامه. هو في الاخر على لسان هذه السيده قال لها بغيتك تلبسي ليا اللبسه ديال الشلحه. هي ما عجباتهاش اللبسه ديال الشلحه حسب اللسان ديال السيده، ورفضاش انها تلبس اللبسه ديال الشلحه، ولكن هو الاصل ديالو من الشلوح وبغى ديك اللبسه الزوينه. انا شخصيا كتعجبني هاد اللبسه، واش انتوما كتعجبكم هاد اللبسه؟ صراحه اللبسه واعره ديال بصح، واش حتى انتوما كتعجبكم؟ المهم ما بغاش تلبس هاد اللبسه وتزايدوا في الهضره، وقال لي انا غنمشي في حالي. هي كيسحب لها غير كيضحك، ساعه صدق مهجروا ليها هز عائلته وزاد في حالاته، سمح في الفلوس وفي كل شيء، ولكن هو تاكد من اول حاجه واهم حاجه هي ان راسها قاصح وما غاداش تسمع ليه الهضره. ابسط الاشياء غير تلبس ليه لبسه ديال الشلوح اللي كينتمي ليهم هما وتفرحوا، ما بغاتش ابسط الاشياء، فما بالك بالحوايج الاخرين. تخيل معايا طالب بسيط صغير غير لبسي اللبسه ديال الشلحه ولو ديري ليا غير خاطري، ما بغاتش، فما بالك بالحوايج الاخرين. ردوا بالكم وقلبوا على بنات الناس، راهم كاينين، راه كاينين بنات الناس وبنات ناس، ولا بغيتي دير لاباس سلم على السي عباس ان شاء الله.